أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 371,384 فحصا جديدا لفيروس كوفيد-19، كشف عن 2,515 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 769,608 حالات. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 862 حالة جديدة من المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 747,715 حالة. هذا وتم الكشف عن وفاة حالة مصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,169 وفاة. وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 3,871 جرعة جديدة من لقاح كوفيد-19، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 22,700,290 جرعة.